الطلبة الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إذن في محاضرتنا السابقة تكلمنا عن التحفظ على المعاهدات، وكانت يعني محاضرة تناولت فيها بعض النقاط وتركت فيها بعض النقاط لأناقشها اليوم. تحدثنا عن التحفظ، مضمونه والمقصود به والأنواع التي تندرج تحت مفهوم التحفظ، التحفظ الاستبعادي والتحفظ المعدل والتحفظ التفسيري، واللي قلنا بيختلف عن حاجة اسمها البيان التفسيري، وتكلمنا عن أمثلة على كل واحد من هذه الأنواع، وقلنا بأن التحفظ يجب أن يتم إبداءه كتابة، ويجب أن يكون التحفظ صريحا وليس ضمنيا قاطع الدلالة، يجب أن يكون قاطع الدلالة فيما يشير إليه من تحفظ، من استبعاد أو تعديل أو تفسير. وأخيرا قلنا يجب أن يعني يكون قد تم إشعاره إلى كل من قال أنا طرف في هذه المعاهدة. اليوم بدعم التحفظ على معاهدة تتكون من 50 دولة، يجب إشعار جميع الدول بالتحفظ الذي أنا أوديه. طبعا هذا جاء لأغراض أن الدول تعبر عن رأيها إما بقبول التحفظ أو عدمه، لأنه بيأثر على العلاقة بين الدولة المتحفظة والدول المبدية رأيها بهذا التحفظ، سواء قبولا أو رفضا. الآن في شغلة أنا ما تكلمتش عنها في المحاضرة السابقة، وهي يعني الحكمة من إقرار نظام التحفظ. لماذا جاء التحفظ كأسلوب يعني أو كنظام أو ديسبلين يعني يطبق على المعاهدة؟ إحنا بنعرف يا جماعة إنه الدولة لما يكون متاح لها الانضمام إلى المعاهدة دون تحفظ، فبيكونش أمامها إلا واحد من خيارين: إما أن تقبل المعاهدة وتأخذها كلها برمتها، أو برمتها يعني كلها من ألفها إلى ياءها، أو أن لا تأخذها، يعني take it or leave it زي ما قلنا، يعني يا بتاخذ المعاهدة كلها باكج واحد، يا ما فيش مجال تقعد تنقي تقول أنا بدي المعاهدة كلها باستثناء المادة ألف وباء وجيم أو واحد ومية وعشرة ومية وعشرين. إذن لا يكون لك خيار إلا هذين الخيارين، إما أن تقبل بها ككل أو لا تنضم أبدا. وفي كل الأحوال ستشعر أنت كدولة صاحب سيادة أنك مرغم، مرغم على اتباع القواعد الواردة في المعاهدة بشكل ما، مرغم. يعني أنت عندما تقبلها للمعاهدة قبلتها، لكن مش باختيارك، مش باختيارك ككل، يعني لأنه في مواد، بعض المواد أنت مش عاجباك، يعني انت عمليا قبلتها، بس في شغلات قبلتها غصب عن سيادتك. واذا رفضتها حنيجي نقول انت رفضتها، بس مش لانك انت مبسوط، انت رفضتها وانت مش مبسوط لانه كان نفسك تنضم للمعاهده بالشكل اللي انت بدك اياه. لذلك نقول بانه عدم وجود نظام التحفظ في نوع من القهر الذي يمارس على سياده الدول، او لا يتناسب نظام عدم التحفظ او عدم جواز ابداء التحفظات مع ما تتمتع به الدول على الساحة الدولية من سيادة. زمان كانوا بيقولوا بفكرة الـ absolute sovereignty of the state، السيادة المطلقة للدولة، بمعنى أن الدولة لا يعلو سيادتها شيء، وجميع الدول متساوية في سيادتها أفقيا، أو المجتمع الدولي مجتمع أفقي، لأنه كلهم يتساوون مع بعض في السيادة نظريا طبعا. فلذلك عدم القول بنظام التحفظ أول شيء فيه اعتداء على إيه؟ على سيادة الدول، لأنه إذا أنت بدك تحترم الدول المفترض تعطيها الحرية إما في الانضمام ككل، أو عدم الانضمام برغبتها الكلية كمان، أو تسمح لهم ينضموا ويختاروا أيضا في المعاهدة إيش يلزمهم وإيش ما يلزمهمش، اللي إحنا بنسميه نظام التحفظ، إنه أنت تقبل كل المعاهدة وتتحفظ على بعض المواد اللي أنت مش حاببها. شغلة تانية يا جماعة، الشغلة الثانية قلناها إنه النظام عدم التحفظ لو كان غير موجود وسمحنا بالتحفظ على المعاهدات، فكركم عدد الدول اللي حتنضم للمعاهدة حيزيد ولا حيقل؟ طبيعي جدا حيزيد.
أعطيك مثال بسيط وبعدين أنا أتكلم وفق الكتاب. اليوم إحنا عاملين رحلة معينة إلى إحدى المطاعم، وكانت هذه المطاعم اللي وقع عليها اختيار مطعم مثلا نو ليفل وهيفن أيا كان، وكانت سعر التذكرة لدخول الشخص الواحد مرتفع جدا، وقلنا يا أبناء الدفعة بدنا نروح على هذا الرحلة وسعر التذكرة للشخص الواحد مثلا 50 شيكل. الأمور بالنسبة للطلبة متفاوتة، بعض الطلاب وهم الفئة القليلة حيكونوا عندهم استعداد إنه يدفعوا 50 شيكل، في حين بالنسبة لبعض الآخرين أو الآخرين من الطلبة سيكون عندهم مستوى معيشي أقل نوعا ما، وبالتالي توفير هذا المبلغ 50 شيكل حيكون بالنسبة لهم أمر صعب. إذا بدنا نقول إنه هذا المبلغ ثابت ولا يجوز التحفظ عليه، معناته العدد اللي حيطلع في الرحلة عدد قليل اللي هم الفئة القليلة. طب روح قول من شروط الرحلة ويجوز أن ينضم إلى الرحلة أيضا الأشخاص المتعففين أو الذين يريدون دفع مبالغ مالية أقل، شرط واحد اثنين ثلاثة مثلا، وعلى ألا يقل المبلغ المراد دفعه عن 20 شيكل. فكرك عدد المشاركين في الرحلة حيظلوا على العدد اللي كان موجود في الأول لما كان 50 شيكل؟ طبيعي لا، سيزداد العدد في الرحلة وتزداد بهجة طبعا ونشاطات وفقرات واللي انتم عارفينه. إذا لاحظ عندما سمحت بالتحفظ أدى ذلك إلى زيادة الأعضاء في الرحلة. نفس الأمر خذوا طبقوا على المعاهدات، المعاهدة هي الرحلة. كلما كان نظام التحفظ مرفوضا كلما أصبح هناك إحجام عن الانضمام إلى المعاهدة، خصوصا من تلك الدول التي لديها تحفظات على بعض المواد فيها. لكن لو أنت اليوم سمحت لهذه الدول بالانضمام مع الموافقة على إبدائها لتحفظاتها على المواد الموجودة في المعاهدة، فإن ذلك سيشجع الدول على الانضمام إلى المعاهدة، صحيح، وسيزداد العدد. وعلى فكرة كل ما زاد العدد من الدول داخل المعاهدة كلما زاد الزخم في الركن المادي المكون للعرف والركن المعنوي المكون له، فبالتالي المعاهدة ممكن تتحول في المستقبل نتيجة العدد الرهيب فيها من الأعضاء، ممكن تتحول من معاهدة دولية إلى عرف دولي ملزم للكافة، فتصبح المسألة يعني ليست قاصرة على دول أطراف المعاهدة، ممكن تلزم الغير كمان. بعض التوجه في الفقه الدولي يقول بذلك، وأنا أؤمن فيه حقيقة، لأن المعاهدات تساهم في نشأة العرف الدولي وتدعمه في بعض الأحيان. حتى مارتن ديكسون في كتابه عن القانون الدولي العام يقول بأنه لا يجب أن تفهم العلاقة بين العرف والمعاهدة على أنها علاقة تنافسية، بل إنهما نظامان يكمل أحدهما الآخر. فيمكن للمعاهدة أن تزيد من الزخم القانوني للركن المادي للعرف، فتحول النصوص الواردة في المعاهدة إلى أعراف ملزمة للكافة. إذن اللي بدي أقوله وأنت بلزمك، ما هي الحكمة من إقرار نظام التحفظ؟ شوف يا عزيزي، الحكمة من السماح بنظام التحفظ تتجلى في مسألتين. المسألة الأولى الاعتبار المتعلق بالسيادة، وزي ما أنا قلت لكم قبل شوية إنه أنصار المدرسة الإرادية اللي بيقولوا إنه السيادة المطلقة للدولة لا يمكن أن تعلوها إرادة، هم الذين قالوا بهذه الفكرة، وهم الذين قالوا بضرورة وجود التحفظ. فبقولوا كما يوجد للدولة مطلق الحرية في الانضمام للمعاهدة من عدمه، فإنه استنتاجا من باب أولى لها حرية مطلق في أن تحدد ما الذي يلزمها من بين بنود المعاهدة وما الذي لا يلزمها. وإلا إذا بدك تقول إنه بدها تنضم غصبا عنها وممنوع تحدد إيش اللي بيلزمها وبيلزمهاش، أو تروح تغور ولا يجوز لها أن تنضم للمعاهدة، معناته أنت في نوع من الاعتداء على سيادة الدولة. إذا الاعتبار الأول زي ما حكينا يا أخوان هو أنه الرغبة في عدم الاعتداء على سيادة الدول، والرغبة في الأخذ بعين الاعتبار سيادة الدول، فإنه سمح بنظام التحفظ. الشغلة الثانية الاعتبار المتعلق بضرورة تشجيع الدول على الانضمام للمعاهدة الدولية. زمان قلت لكم قبل شوي في مثال الرحلة، الإبقاء على النظام القديم اللي بيعترفش بالتحفظ بمكان في القانون الدولي يؤدي إلى الإحجام عن الانضمام للمعاهدة. لكن
طبعا، لكن السماح بنظام التحفظ سيسمح لتلك الدول بالانضمام للمعاهدة رغم تحفظاتها، بما يسهم في نهاية المطاف في خلق وحدة وتكامل دوليين حول مضمون تلك المعاهدة، يعني يشجع الدول هذا التحفظ على الانضمام للمعاهدة. طبعا العنوان اللي بارز أمامنا الآن اللي هو حالات التحفظ وشروط التحفظ وميعاده، شوف هذول السؤالين أنا جاوبتهم قبل، يعني بإمكانك تحضر المحاضرة ممكن تطلع ببطاقة في أعلى الشاشة. شروط إبداء التحفظ قلنا يجب أن يكون مكتوبا، يجب أن يكون قاطعا وصريحا وليس ضمنيا، ومع أنه في بعض الفقه قال بفكرة التحفظ الضمني، وأنا طلبت منكم تجيبوا عنها أي أفكار أنتم تعرفوها. وأخيرا يجب أن يتم إبلاغه للدول الأطراف في المعاهدة حتى تعلم به، وهذا من أجل أن تعبر عن رأيها بخصوصه. الشغلة الثانية ميعاد تقديم التحفظ. التحفظ يا جماعة بدك تفهم يقدم في إحدى المراحل الآتية، إما أن يقدم في مرحلة التصديق، أو يقدم في مرحلة التوقيع، أو يتم إبداؤه ما بعد الانضمام. يعني خلينا نقول يمكن تقديمه في كل مراحل إبرام المعاهدة، إذا لا يوجد مشكلة. المشكلة هنا، هذا هو الموضوع بالنسبة لي الجديد والذي لم أتكلم عنه في محاضرات سابقة، وهو حالات التحفظ. حالات التحفظ نبدأ على بركة الله نتكلم عن الحالات التي يجوز فيها التحفظ على المعاهدة. شوف الأصل وفق اتفاقية فيينا اللي هي اعتبرناها من قبل ومن بداية المحاضرات إنه هي المرجعية الأساسية في الحديث عن المعاهدات، هو مشروعية التحفظ على المعاهدات. يعني المادة 19 بتقول للدولة لدى التوقيع على معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها والانضمام إليها أن تبدي تحفظا. لاحظ هذول اللي ذكرتهم هنا هم عبارة عن إيش؟ مواعيد التحفظ يجوز لها وقتيش؟ عند التوقيع، تصديق، قبول أو إقرار، انضمام، يجوز لها أن تعمل شيء وهو اسمه إيه؟ التحفظ. يعني هذول مواعيد التحفظ، ميعاد التحفظ. إذن يجوز لها أن تبدي التحفظ إلا في الأحوال الآتية، إلا في الأحوال الآتية، يعني هذول حالات استثنائية لا يكون فيهما أو فيها التحفظ جائزا. إذن الأصل جواز التحفظ، الاستثناء هو عدم جوازه. وقتيش قال لي؟ أول شيء إذا كانت المعاهدة نفسها قد حظرت هذا التحفظ، إذا كانت المعاهدة نفسها قد حظرت هذا التحفظ، وسأتكلم عنه بعد قليل بمثال، أو إذا نصت المعاهدة على أنه يجوز أو أن لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة فقط، ولم يكن من بينها التحفظ المعني، هتكلم عن مثال بالنسبة لها. أخيرا وهو شيء عام يجب أن تطبقه في كل حياتك على التحفظ، التحفظ مسموح فيه بكل الأحوال باستثناء الحالة الأولى والثانية، والحالة الثالثة هي عبارة عن حالة عمومية يجب أن تأخذها بعين الاعتبار دائما عشان تحكم على التحفظ الجائز ولا غير جائز. قال لي إذا كان التحفظ في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان ألف وباء، يعني تحفظ ما كانش واردة في بشأنه أو تنطبق عليه الفقرة الأولى والثانية، ولكنه كان منافيا لموضوع وغرض المعاهدة. دولة ده تعمل تحفظ، التحفظ هذا ما كانش محظور وفق المعاهدة، وما كانش بالجزء الغير مسموح فيه، كان بالجزء المسموح فيه، بس لو بدنا نسمح للدولة تعمله رغم عدم انطباق هذول البندين عليه، حنلاقيه انه تحفظ يجافي وينافي موضوع المعاهدة وغرضها، يؤدي إلى تجريد المعاهدة من هدفها ومضمونها. ضيف عليهم حالة رابعة إذا كانت المعاهدات ثنائية. شوف يا جماعة في المعاهدات الثنائية لا يمكن القول بوجود تحفظات، نقطة انتهى. وانتوا جايين توقعوا، دولة قالت للدولة الثانية، دولة ألف وباء، باء قالت لألف والله أنا عندي تحفظات. التحفظات عارفين إيش معناتها في المعاهدات الثنائية؟ التحفظات في المعاهدات الثنائية معناتها انهيار المفاوضات والدعوة
إلى بدء مفاوضات جديدة، لأنه اليوم أنا ودولة يعني فلسطين ودولة سوريا يريدان إبرام معاهدة. أثناء ما كانوا جايين بدون موقع المعاهدة، الرئيس الفلسطيني قال لا، إحنا عندنا تحفظات على البنود كذا وكذا. هل فكرك إنه يعني سوريا ستذهب لتوقيع معاهدة منفردة؟ ما هي مش هتعطي آثار. لذلك رفض أو وجود تحفظات من بعض الدول في المعاهدات الثنائية تعني أنه يجب على الدولة الثانية أن توافق على هذه التحفظات، وأن تبدأ التفاوض من أول وجديد على مضمون هذه التحفظات، وصولا إلى نقطة اتفاق مشتركة بين الطرفين. لذلك بنقول في المعاهدات الثنائية لا تتخيل أنه في حاجة اسمها تحفظ. التحفظ دائما يثار فقط في المعاهدات الجماعية. إذا فيش حديث عن المعاهدات الثنائية في موضوع التحفظ، حديثنا عن المعاهدات الجماعية. خذ بعين الاعتبار هذول الثلاث حالات الأساسية يعني اللي بيكون فيها التحفظ غير جائز، إذا كان محظورا وفق المعاهدة. إذا كان المعاهدة حطت أشياء يجوز فيها التحفظ وأشياء لا يجوز، وأنت جاي تعمل تحفظ على الأشياء التي لا يجوز فيها التحفظ، أو إذا كان أنت تحفظك يعني مسموح وفق المعاهدة، أو في الأجزاء المسموحة في المعاهدة لكنه ينافي موضوع وغرض المعاهدة فيكون محظورا حينئذ. نعطيك أمثلة على الحالات واحدة تلو الأخرى. قلنا إنه أول حالة يكون فيها التحفظ غير جائز، قلنا إذا كان هناك نص في المعاهدة يحظر التحفظ، يحظر التحفظ. ومثال على ذلك قبل ما أذكر لك الموجود هنا، مثال على ذلك اطلع المادة 120 من ميثاق روما، والمادة 21 من الاتفاقية التي أنشأت مجلس التعاون الخليجي. ومثال ذلك هي نص المادة بقول لا، يعني مادة 21 تيجي بتقول لي صراحة لا يجوز إبداء تحفظ على أحكام هذا النظام. إيش يعني؟ يعني هذه تعتبر ضمن الحالة الأولى اللي هي إذا كانت المعاهدة تحظر هذه التحفظات، حضرتها صراحة. طبعا طيب، هذا بالنسبة للنص، إذا ورد نص يحظر التحفظ. طيب سؤال، ماذا لو أن معاهدة ما كانت لا تجيز التحفظ ولا تحظره ولم تتكلم أصلا عن موضوع التحفظات، هل يكون التحفظ جائزا في مثل هذه الأحوال أم لا؟ شوف، هو لما بيكون في نص بيكون الموضوع سهل لأنه النص حيجاوب على هذا السؤال، لكن لما بيكونش في نص المسألة تثير إشكالية. هو إحنا ممكن نقول إنه الأصل في الأشياء الإباحة، بس هذه قاعدة إسلامية يعني، فالأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم، ونفس الشغلة الأصل في الأشياء أنها تكون جائزة ما لم يرد نص يقول بغير جوازها. مع ذلك لما قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الاشتراكية بالتحفظ على المواد 9 و12 من اتفاقية حظر إبادة الجنس البشري، طلع المادة 9 و12 مادتين بس مش عاجبين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاشتراكية، في معاهدة اسمها حظر إبادة الجنس البشري، راحوا قالوا تعالوا نشوف نقبل التحفظات ولا لا وفق النص الوارد في المعاهدة. فتشوا في المعاهدة لم يجدوا نص. فاللي صار إنه الجمعية العامة للأمم المتحدة General Assembly يعني راحت طلبت من محكمة العدل الدولية رأي استشاري في الموضوع، وكان السؤال على النحو الآتي: في حال عدم وجود نص يقول بجواز التحفظ أو عدم جوازه، ما هو الحكم بالنسبة للتحفظات؟ قالت أول شيء مشروعية إبداء التحفظات على المعاهدة ما لم تنص صراحة على جواز إبدائه من عدمه. يعني كأنه يقول محكمة العدل قالت الآتي، قالت لهم إذا ما كانش في نص بيحكي عن مسألة التحفظ فإن التحفظ يكون جائزا من حيث الأصل، إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا التحفظ يتناقض مع غاية وغرض المعاهدة. يعني روحوا شوفوا الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاشتراكية إذا تحفظاتهم على المواد 9 و12
بتمسش بجوهر المعاهدة وغرضها فهما مقبولان، حتى لو ما كانش في نص يقول بجواز التحفظ من آدم. لكن إذا كان بتناقضوا مع الموضوعين هدول، غرض ومعاهدة وهدف المعاهدة، فإننا نقول بأن هذه التحفظات غير جائزة. إذن الجواب بكل بساطة يا جماعة، عندما لا يكون هناك نص يقول بجواز التحفظ من عدمه، فإنه يكون التحفظ جائزا ما لم يتناقض مع غرض وهدف المعاهدة. والذي قال بذلك هو محكمة العدل الدولية، وهي محكمة العدل الدولية وفق الرأي الاستشاري الذي طلب منها بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة التحفظات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الدول الاشتراكية على المواد 9 و12 من اتفاقية حظر إبادة الجنس البشري. أوكي، إذا هذا بالنسبة للنص. إذا الحالة الأولى متى يكون التحفظ غير جائز، إذا كان هناك نص يحظر التحفظ، أو إذا كانش في نص ولكن كان التحفظ يتناقض مع غرض وهدف المعاهدة. عشان قلت لك من البداية هذه الحالة هي حالة عامة، طلع مربوطة بالحالة الأولى. أنا كنت بتحدث هنا عن الحالة الأولى جاي بفصل فيها، ومع ذلك اضطريت أتطرق لهذه المسألة، خصوصا إذا ما كانش في نص في المعاهدة بيحظر صراحة التحفظ أو يجيزه حتى. هو المعاهدات عموما يا جماعة بحسب حديث عن موضوع التحفظ من عدمه، إذا كان في نص فالمسألة بتخرج عن 3 احتمالات: يا بكون النص يحظر التحفظ مطلقا كليا زي المادة 120 من ميثاق روما، أو المادة 21 اللي تو ذكرتها تحت في الهامش لما قلت لكم لا يجوز إبداء التحفظ على هذا النظام. إذا هذا النوع الأول أنه بيحظر التحفظ مطلقا، وأحيانا بكون في نص لكن يجيز إبداء التحفظات على طبعا أي بند من بنود المعاهدة. يعني نص واضح وصريح زي ميثاق الأمم المتحدة يجي يقول لي يجوز إبداء التحفظات على بنود هذا الميثاق، خلاص وين ما كان يعمل تحفظات، شرط بس إنه ما تكونش بتمس بالتحفظات قلنا بغرض وجوهر المعاهدة زي ما احنا اتفقنا. النوع الثالث نوع يجيز التحفظات في حدود بنود معينة ويحضرها بالنسبة لبنود أخرى، يعني 50-50 خلينا نقول، أو حسب النسبة. في بعض المعاهدات زي المعاهدة هذه الاتفاقية الأوروبية بخصوص الجنسية اللي اعتمدت في ستراتسبورغ عام 1997، طلع إيش قالت؟ لا يمكن إبداء التحفظات على أحكام الفصل الأول والثاني والسادس من هذا النظام. يعني هي بتقول لي إنه بس الأول والثاني والسادس لا يمكن إبداء التحفظات عليهم، يعني بمفهوم المخالفة الفصل الثالث والرابع والخامس من هذا النظام يجوز التحفظ عليهم. إذن يكون التحفظ في بعض البنود دون البنود الأخرى. إذن هذا لما بيكون في نص واضح وصريح يتكلم عن هذه المسألة. بديش إياكم تتكلموا أو تاخذوا الفقرة المذكورة في صفحة 154 هنا، اللي بتتكلم عن موضوع المعاهدات والتحفظ عليها في حال عدم وجود نص. اكتفيوا برأي محكمة العدل وخلاص. طبعا قلنا إذا كانت المعاهدة تجيز بعض التحفظات ولم تكن تحفظات الدولة من ضمن تلك التحفظات الجائزة، هذه المسألة الثانية. ومثالها قلنا المثال اللي تو ذكر هنا اللي هي المعاهدة التي تحظر في جزء وتبقي في جزء. فإذا أنت والله جاي تعمل تحفظات على الفصل الأول والثاني والسادس أكيد حيكون تحفظك غير مقبول. لماذا؟ لأنه تنطبق عليك هذا الحالة. إذا كانت المعاهدة تجيز بعض التحفظات، أجازت بعض التحفظات على الباب الثالث والرابع والخامس مثلا، ولم تكن تحفظات الدولة من ضمن هذه التحفظات، أنت تحفظاتك كانت على الأول والثاني والسادس اللي هم محظورين زي ما احنا شفنا في المثال تبع قبل شوية. أخيرا وهو يعتبر الحالة العمومية، قلنا إذا كان التحفظ يتعارض مع جوهر وغرض المعاهدة، إذا كان التحفظ بيتعارض مع جوهر وغرض المعاهدة، وهي حالة عامة قلنا فيها ممكن ترد صراحة في المعاهدة، وممكن إذا ما وردتش صراحة نطبق هذه القاعدة وفقا للرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولي زي ما احنا شفنا قبل قليل.
شروط إبداء التحفظات قلنا شروطها بكل وضوح المرة هذيك، إنه لازم يكون قاطعا صريحا، فلا يتصور وفق اتفاقية فيينا تحديدا إنه يكون ضمني، ممكن في أحكام القانون الدولي الأخرى ممكن يكون في ضمني، لكن وفق اتفاقية فيينا التحفظ يجب أن يكون صريحا. حتى سحب الاعتراضات والتحفظات يجب أن يكون مكتوبا وصريحا. يجب إبلاغ الدول الأخرى بطريقة رسمية بالتحفظ الذي تبديه الدولة على هذا الموضوع. ميعاد تقديم التحفظات قبل شوي ذكرناه أصلا في بداية المادة، لما قلنا يجوز للدولة أن تقوم بالتحفظ عند التوقيع، عند التصديق، عند القبول أو الانضمام. لا يعني بدناش نعيد، لأنه هذه المسائل اعرفوا في كل مراحل المعاهدة يمكن إبداء التحفظات. آخر شيء بدي أختم فيه الأثر القانوني اللي بترتب على التحفظ على المعاهدة. والحقيقة بدي إياكم تيجوا على صفحة فقط 158، لأنه هي آخر صفحة بدي أنهي فيها اليوم. أما بالنسبة للموضوعات الأخرى من عند خامساً، اللي هو تحديداً موضوع خامساً بديش إياه لأنه حيلخبطكم، وهو موضوعات عميقة يعني تحتاج إلى طالب ماجستير ليلم فيها أكثر ويعمل فيها بحث أكثر، للتمييز بين التحفظ وغيره من الإجراءات زي البيان التفسيري والبيان الإيضاحي والفرق بينهم بين التحفظ التفسيري، وكذلك التحفظ والفرق بينه وبين الإيقاف المؤقت للعمل ببعض أحكام المعاهدة والأحكام زي الأحكام الانتقالية زي الحكم المادة 124 من ميثاق روما. فهي موضوعات تتطلب منكم على الأقل تكونوا دارسين قانون دولي جنائي عشان تعرفوا الموضوع المتعلق بالمادة 124 على وجه التحديد والفرق بينه وبين التحفظ. عشان هيك بديش إياكم تتلخبطوا فيها، خليكم معايا هنا في موضوع اللي هو أثر التحفظ. شوف، في المعادلة الثنائية اتفقنا إنه ما فيش إشي اسمه تحفظات، عشان هيك الحديث هنا عن الاتفاقيات الجماعية. بقول لي بالنسبة للمعاهدات الجماعية تناولت المادة 20 من اتفاقية فيينا قانون المعاهدات، والمادة 21 الأثر اللي بترتب على التحفظات، فهو بيقول لي الآتي. أول شيء خلينا نمسك نعلم، قال لي بمجرد أن يتم قبول التحفظ ولو من دولة واحدة طرف في المعاهدة، تصبح الدولة التي أبدت التحفظ طرف في المعاهدة في مواجهة الدول أو الدولة طبعا أو الدول التي عبرت عن قبولها لذلك التحفظ. طب ودول الأخرى طرف، ولكن حقول لك إيش الحكم بالنسبة لها. لكن أنا بالنسبة لي اليوم عندي 50 دولة انضمت للمعاهدة فيها 50 دولة، دولة واحد واثنين وثلاثة هم اللي وافقوا بس على تحفظي، أنا في علاقتي فيهم علاقتي علاقة كاملة، حتى التحفظات التي أبديتها تسري على العلاقة بيني وبينهم. أوكي؟ يعني هدول اللي قبلوا تحفظاتي بيكونوا في مواجهتي طبعا بكل ما أبديته من تحفظات، حتى المواد التي أبديت عليها التحفظات تكون سارية في العلاقة بيني وبينهم، يعني معمولا بها مأخوذة بعين الاعتبار، خصوصا إذا كانت تحفظات تعديلية. إذا التحفظ طلع هنا ايش بيقول لي، يجعل الدولة المبدية للتحفظ طرف في المعاهدة وقتيش ولو قبلت به دولة واحدة، يعني لو من 50 دولة دولة واحدة بس قبلت التحفظ مش مشكلة، لأنه اليوم الوضع بيسمح بذلك. اتفاقية فيينا أجازت أن تكون الدولة طرف في معاهدة حتى لو أبدت تحفظات، وحتى لو كان الذي قبل في هذه التحفظات دولة واحدة بس، المهم يكون في دولة واحدة على الأقل، على عكس اللي كان سائد في عهد عصبة الأمم وقبل ما تيجي اتفاقية فيينا، لأنه كان يشترط لقبول التحفظات أن يكون هناك قبولا جماعيا من كل الدول الأطراف في المعاهدة. إذا قبلوا كان بها، ما قبلوش خليك بره المعاهدة، هي بتنضم لها بدون تحفظات. إنه هذه كانت الفكرة السائدة زمان، إنه يا بتقبل المعاهدة ككل يا بلاش. إذا أول شيء قلنا إنه الدولة تصبح طرف في المعاهدة بمجرد إيه؟ بمجرد أن يتم قبول التحفظ ولو من دولة واحدة. طيب بعدين ايش قال لي؟ لا تكون الدولة التي أبدت التحفظ طرف في مواجهة الدول التي وافقت على التحفظ فقط،
بل وتكون طرفا ايضا في مواجهه الدول غير الاطراف غير الموافق عفوا على التحفظ والمعترضه عليه. قلنا انه انا انضميت لمعاهده فيها 50 دوله، تنتين وافقوا وال48 دوله ما وافقوش. انا طرف في المعاهده بالنسبه للكل، للي وافقوا واللي ما وافقوش، بس الفرق وين؟ قال لي انه علاقتي بالنسبه للدول اللي وافقت صارت مفهومه، انه علاقتي تسري حتى بحدود النصوص التي تم الموافقه على التحفظ فيها، في حين في مواجهتي للدول غير الاطراف قال لي يكون للدوله المتحفظه علاقه بهم في حدود النصوص التي لم تعترض عليها الدوله مبديه الاعتراض. يعني بس اللي انا موافق، انا اليوم دوله الف انضمت للمعاهدة وأنا كنت من ضمن الدول التي رفضت اعتراض هذه الدولة على البند 1 و2. الآن كل بنود المعاهدة سارية في العلاقة بينه وبين الدولة المتحفظة إلا بالنسبة للمادة 1 و2، ما لي علاقة فيهم لأنه أنا مش موافق على التحفظات بيني وبين هذه الدولة. بمعنى آخر أو خلاصة القول هنا، أن النصوص المتحفظ بشأنها لا تسري في العلاقة بين الدولة المتحفظة والدولة مبدية الاعتراض على التحفظ. يعني اختصار الكلام يا جماعة، أنا انضميت لمعاهدة فيها 3 أطراف، ألف وباء وجيم، نرسمها هيك عشان أنت تستوعب الموضوع. في عندي دولة ألف ودولة بي ودولة سي، أوكي؟ وأنا أريد أن أنضم إلى المعاهدة التي فيها ألف وباء وجيم. خلينا نفترض أن أنا دولة دي، انضميت في معاهدة فيها 30 مادة. إذا المعاهدة فيها كم مادة؟ 30، وتحفظت على البند 1 و2 و3. سي قبلت، بي و اي لم يوافقوا على إيه؟ على التحفظات. الآن علاقتي فيهم كلهم، أنا طرف في مواجهتهم كلهم. علاقة دي مع سي بتشمل كل بنود المعاهدة بما فيها التحفظات 1 و2 و3. يعني لو كنت معدل على البند 1 و2 و3 سيسري البند 1 و2 و3 بالشكل المعدل في العلاقة بين دي وسي، لأنه التحفظات مقبولة مأخوذة بعين الاعتبار. أما في علاقة دي مع A وبي فإن هذه العلاقة هي علاقة قائمة على أساس كل المواد باستثناء المواد التي تم التحفظ عليها، باستثناء المواد التي تم التحفظ عليها تعتبر كأنه مش موجودة، وبتكون المعاهدة بيني بين دي و A و B فقط في حدود 27 مادة. أما بالنسبة لدولة سي ودي في حدود 30 مادة، وهدول المواد يطبقوا بالشكل الذي تم التحفظ عليه من دولة دي، لأنه دولة سي حتكون موافقة على إفعال أو تفعيل هذه المواد بالشكل الذي تريده دولة مين؟ دولة دي. أتمنى أن تكون المسألة واضحة ومفهومة. طبعا هذا الكلام يا جماعة بيظل ساري المفعول، بيظل ساري المفعول، بيظل راحت الصورة للأسف، نرجع نشير الكتاب. شوف، بضل سار المفعول هذا الكلام ما لم تأتي، يعني شفت دولة A و B اللي قلنا إنه المعاهدة تسري بس بحدود 27 مادة، ممكن هدول الدول اللي اعترضوا على التحفظات يعبروا صراحة على إنه نحن كدول متحفظة أو معارضة لهذه التحفظات نريد ألا تكون المعاهدة كلها سارية في العلاقة بيننا وبين الدولة دي التي أرادت الانضمام. إذا عبرت عن ذلك ساعتها مش بس ال 27 مادة بكونوا موجودين، كل المواد ببطل ملزمين.
فايش بيقول لي؟ الاصل ان تكون الدوله مبديه التحفظات، طرف في مواجهه الدوله مبديه الاعتراض في حدود فقط ما لم تعترض عليه الاخيره، اللي هي البند اللي ذكرناه هنا، لكن لا يغير من حقيقه الامر سوى الحاله التي تعبر فيها الدوله مبديه الاعتراض صراحه عن انه رغبتها في عدم سريان المعاهده بينها وبين الدوله مبديه التحفظات. في هذه الحاله فقط تصبح الدوله المتحفظه غير طرف في مواجهه الدوله مبديه الاعتراض باي شكل من الاشكال. طيب، شكرا على حسن استماعكم، وفي المحاضرات القادمة إن شاء الله ننتقل لموضوع آخر، بس وجب التنويه أن موضوع الانضمام والنشر والتسجيل لا أريد منكم، وهو في الصفحات التي سبقت موضوع التحفظ على المعاهدات. أترككم الآن في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.